حتى في الكتاب المقدس رجال الله أصيبوا بإحباط، البعض أصيب بكآبة، حتى رجل الله موسى طلب من الرب أنه يقتله، إيليا النبي طلب من الرب أنه يأخذ حياته، وكذلك أيوب وإرميا النبي ويونان. وهي الـ 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 يعني الأسطوانة بنشوفها في كتير ناس، اللي طب خلاص، طب ليش أنا أتعذب، طب ما تأخذ حياتي خليني أرتاح، طيب هل أنا أفضل من ناس تانيين؟ لكن السؤال اللي عاوز أسألك إياته، يعني شو بيكون شعورك لما أنت خلاص سمعت هذا الخبر إنه ما في أمل من العملية، ما في أمل من الشفاء؟ احكي لنا عن مشاعرك أنت إسا ككاثرين موجودة في بيت جالة، قاعدة في بيتك بتستني الوقت، شو الإحساس اللي بتمر فيه؟ بصراحة بفكر لو أنا شخص ما عندوش علاقة في الرب وما عنديش ثقة وإيمان إنه في حياة أبدية بعد الموت، يمكن أنا هلأ في أصعب وقت في حياتي. بتخيل الناس اللي ما عندهاش هذيك الثقة وهذاك الطمأنينة إنهم في حياة بعد الموت، في ثقة في حياة بعد الموت، يعني بيكون الوضع صعب. بس حاليا أنا بفكر بمنطق، بقول بعرف إنه الله عنده خطة لحياتي، لكن ما بعرف كيف الله راح يتصرف لقدام. أنا شفت ناس كتير انتقلوا ما شفاهم الرب، فكان طريقة الشفاء بالانتقال التام. شفت إخوة مؤمنين كتير الرب ما سمح في الشفاء وانتقلوا. فأنا بقول إذا الرب مثلاً بدو ياني سمح إنه أنتقل، شو أسوأ إشي ممكن يصير؟ الموت. شو أسوأ إشي؟ الموت. بس الموت بالنسبة لإلي مش إشي بيخوف، الموت بالنسبة لإلي مجرد رقاد، مجرد كأنه نمت واستيقظت في عالم تاني. يعني أنا موعودة في حياة أفضل، هذا في أسوأ الظروف وما انشفيتش وشو ما صار رح يجي الموت. بس الموت مش مخيف بالنسبة لإلنا، إحنا موعودين في حياة أفضل، حياة فيش فيها مرض، حياة فيش فيها ألم، حياة فيش فيها عذاب، حياة رائعة جدا كما بيوصفها الكتاب المقدس. فيعني شو اللي بخوف؟ أكتر إشي بخوف الناس حقيقي، أكتر إشي بسبب أمراض نفسية للناس، وأكتر إشي الصراع اللي داخل الناس خوفهم من الموت. أنا مش خايفة من الموت. أنا بحكي لأولادي أنا الماما ممكن في أي وقت إنه تنتقل، حتى أولادي بيعرفوا إنه الموت مش إشي مخيف، أنت راح تروحي لعالم أفضل، راح تروحي عند يسوع إذا سمح الله بالموت. بس حقيقة أنا بعرف إنه الله معطينا عمر لليوم أصلا معجزة. أنا مفروض أكون ميتة بالراحة من سنة ونص، من سنة ونص قالوا لي مش ضايل لك إلا كم من شهر، بس أنا هيني موجودة وحية ولسه بتنفس على سرطان الرئة الموجود في الرئة، على القليلة مفروض إني ما أتنفس، يكون عندي صعوبة في التنفس. بس عشان يثبت لي الله إنه مش كلمة الدكاترة اللي قاعدة بتصير، كأنه قانون تاني يطبق على حالتي، يعني بمعجزة أنا موجود اليوم لتكن مشيئته. آمين. قاعدة بحس آمين. بقول له يا رب لتكن مشيئتك، شو ما كانت مشيئتك خير لإلي، عم تتنفسي، عم تتنفسي وكمان عم تتكلمي.